صلوا بينا على النبي. وبعد ما تحرروا المستذئبين من مصاصين الدماء ما بقوش عبيد، لكن الحرب لسه ما خلصتش واستمرت الحرب ما بينهم لستة قرون. هتقولي طب هما اللي ما ماتوش؟ هقولك علشان مصاصين الدماء ما بيموتوش غير من أشعة الشمس، والمستذئبين ما بيموتوش غير من الفضة. وبعد مرور الفترة دي ابتدوا المستذئبين في الانقراض، ومصاصين الدماء كانوا فاكرين ان لوشن القائد بتاع المستذئبين مات. وبنشوف بعدها واحدة من مصاصين الدماء واللي بيكون اسمها سيلين، وكان معاها حد وكان بيرابو كيفن مساعد لوشن، وكمان كيفن كان معاه حد من المستذئبين وكانوا بيمشوا ورا حد من البشر العاديين واللي بيكون اسمه مايكل. وركز بقى في مايكل علشان هتسمع اسمه كتير. المهم بيمشوا وراه لغاية ما وصلوا لمحطة القطر، وبيعرف كيفن ان في مصاصين دماء بيمشوا وراهم وبيبتدي يضرب عليهم نار، وبتحصل ما بينهم معركة قوية جدا، وبيتحول كيفن لذئب وبيقتل مصاصين الدماء. وسيلين بتشوف غطاء حفرة النفق تحت الارض، وما بتنزل بيطلع عليها حد من المستذئبين لكن بتعرف انها تموته، وبتشوف الذخيرة بتاعه وكان عليها طلقات شكلها غريب، بس فجأة بينزل عليها كيفن وبترميه بخطافات من فضة، وبتعرف انها تهرب وبتكون سمع صوت ذئب جاي من فوق. وبنشوف مجموعة من المستذئبين بيضربوا في بعض، وبيدخل عليهم لوشن القائد بتاعهم وبيقول لهم لو عاوزين تهزموا مصاصين الدماء لازم تكونوا في ظهر بعض. وفي الوقت ده بتكون سيلين رجعت القصر بتاع مصاصين الدماء، وبتدخل على صانع الأسلحة واللي بيكون اسمه كهان، وبتفرجوا على نوع الطلقات اللي كانت مع المستذئبين، وبيقول لها ان دي طلقات مصنوعة من أشعة فوق البنفسجية علشان يقتلوا بيها مصاصين الدماء. وبيدخل عليهم كريفن واللي بيكون ماسك حكم القصر في الوقت ده لغاية ما يصحى حد من القادات الكبار، وبيقول لها كريفن ان المستذئبين ما يعرفوش يصنعوا سلاح بالهندسة العالية دي، وان هم خلاص ابتدوا ينقرضوا. وبتقول له انها سمعت صوت عدد كبير من الذئاب اما كانت تحت النفق، لكنه ما بيصدقهاش، وبترجع تقول له انه لو كان فيكتور مكانه كان صدق كلامها. وبتروح سيلين للمكان اللي مدفونين فيه قادة مصاصين الدماء، وبتيجي صاحبتها وبتقول لها انها لازم تكون جاهزة علشان مبعوثين ايميليا هيجوا اليومين دول. وبتكون ايميليا دي واحدة من كبار مصاصين الدماء، وبتكون سيلين بتبصوا على الصور اللي صوروها لكيفن، وبتعرف ان هم كانوا بيمشوا وراء انسان عادي، وبتعمل زوم عليه وبتعرف شكله. واما بتقول لكريفن انها متأكدة ان المستذئبين كانوا بيمشوا وراء انسان وان هم بيخططوا لحاجة، لكنه ما بيسمعش كلامها وبيسيبها وبيمشي. وبنشوف دكتور من المستذئبين وهو بياخد دم من البشر العاديين وكان بيعمل عليه تحاليل، واما بيدخل لوشن عليه بيقول للدكتور ان التحاليل طلعت سلبية. وبعدها بنشوف مايكل اللي كانوا بيمشوا وراه المستذئبين في محطة القطر، وبيقول له صاحب ان هو ماشي البيت، وبيكون كيفن في الوقت ده وصل عند لوشن وبيقول له ان هم ما عرفوش يجيبوا الانسان البشري مايكل، وان هم تعرضوا للهجوم من مصاصين الدماء. وبيسألوا لوشن وبيقول له هو مصاصين الدماء عرفوا اننا كنا بنمشي ورا مايكل البشري، بس بيرد عليه كيفن ان هو مش متأكد وجايز يكون عرفوا. وبيقول لهم الدكتور ان هم لازم يجيبوا مايكل هنا علشان يعملوا عليه التحاليل، فبيقرر لوشن ان هو يروح يجيب مايكل بنفسه. وبيكونوا مصاصين الدماء متجمعين، وبيقول واحد فيهم ان ايميليا هتيجي بعد يومين علشان تفوق ماركوس من الموت، وبنعرف ان ماركوس ده هو حد من قادة مصاصين الدماء. وبتكون سيلين عرفت عنوان مايكل وراحت ليه علشان تعرف منه ليه المستذئبين كانوا بيمشوا وراه، واما بتوصل لبيته بتقوم خانقاه ولسه عايزه تعرف منه اي معلومات، بتتفاجئ بمجموعه من المستذئبين بيهجموا عليها، وبيعرف مايكل ان هو يهرب لجوه الاسانسير، وبتعمل دايره على نفسها وبتنزل للطابق اللي تحت. واما بيفتح مايكل الاسانسير بيلاقي لوشن في وشه، وبتكون سيلين وصلت من الناحيه الثانيه وبتضرب على لوشن نار، لكن لوشن بينجح ان هو ياخد دم من مايكل وبيحطه في حقنه، وسيلين بتاخد مايكل معاها. وبيعرف لوشن ان هو يخرج طلقات الفضه من جسمه، وبيجري ورا العربيه وبينط عليها، وبيقوم مطلع خنجر من ايده وبيغرزه في كتفها، لكنه بيقع من العربيه. وبتكون سيلين مش عارفه تتحكم في العربيه علشان نزف الدم كتير، وبتتقلب العربيه لجوه الميه، وبينجح مايكل ان هو يكسر الازاز ويخلص سيلين. وفي نفس الوقت بيكون لوشن وصل للمقر بتاعه، وبيدي الدكتور دم من بتاع مايكل علشان يعمل عليه التحاليل. وبعد ما خلصوا ان هم يحللوا الدم بيقولوا الدكتور ان التجربه المره دي نجحت وان التحاليل طلعت ايجابيه. هتقولي طب هم بيعملوا التحاليل دي ليه؟ هقولك ما تستعجلش هتعرف بعدين. المهم سيلين بتكون روحت مايكل معاها القصر، فبيستدعيها القائد كريفن، وبيكون متعصب منها علشان جابت حد من البشر عندهم، وبتحاول سيلين انها تفهمه وبتقول له ان المستذئبين بيحاولوا يوصلوا لمايكل وانها مش عارفه هم بيخططوا ليه، بس كريفن بيقول لها ان دي اوهام في دماغها هي وبس. وفي نفس الوقت بتكون واحده من مصاصين الدماء في الاوضه اللي فيها مايكل، وبتعرف ان هو معدود من مستذئب وبتخاف منه وبتهرب، ومايكل بينط من الشباك وبيهرب. وبنشوف بعدها سيلين وهي بتضرب نار على صنم، وبيجي لها كهان المسؤول على صناعه الاسلحه وبيفرجها الطلقات اللي هو صنعها واللي بتكون عباره عن طلقه وجواها سائل فضي، ولو اتصاب حد من المستذئبين بيها بيموت على طول علشان السائل الفضي هيدخل جوه الدم. وبنشوف بعدها كريفن راح للوشن وقال له ان هو عارف الموضوع البشري مايكل، فبنتفاجئ كلنا ان لوشن وكريفن طلعوا يعرفوا بعض.
بعض، وكان الاتفاق ما بينهم ان هم يعملوا معاهدة سلام ما بينهم وبين مصاصين الدماء، وبيقول له كريفن ان هو يوقف الهجوم عليهم والا هيلغي الاتفاق. وبيفكروا لوشن ان هو يوم من الايام نزف دم بسببه، وعلشان كده هو بقى حاكم مصاصين الدماء دلوقتي. وبنشوف سيلين وهي بتقلب في الكتب بتاع مصاصين الدماء، وبتعرف ان الوحيد اللي رجع من المعركة الاخيرة بين المستذئبين ومصاصين الدماء هو كريفن، وكمان رجع ومعاه خبر موت لوشن، بدليل ان هو جاب جلدة كان عليها وشم من بتاع لوشن، وعشان كده تم ترقيته وبقى حاكم للقصر من بعد فيكتور. وبتشوف كمان السلسلة اللي متعلقة في رقبة لوشن، وبتفتكر انها شافت السلسلة دي يوم ما ضربت عليه نار اما كان عند مايكل. وبتبتدي سيلين تشك ان لوشن لسه عايش وما ماتش زي ما قال لهم كريفن. وبنشوف سيلين وهي رايحة للمكان اللي مدفونين فيه قادة مصاصين الدماء، وبتخرج تابوت من تحت الارض وكان جواه فيكتور، وبتعض نفسها وبينزل الدم على بق فيكتور، وبتبتدي اعضاء جسمه تحيا من تاني. وفجأة بيجي مايكل للقصر وبيطلب يقابل سيلين، واما بتنزل عنده بتوصله لبيته وبتقول له ان هو ما يجيش هنا تاني علشان هيقتلوه، وبيعرف منها كل حاجة عن مصاصين الدماء والمستذئبين، وبيعرف كمان ان التهيؤات اللي بتجيله هي ذكريات لوشن علشان هو عضه. وفي نفس الوقت بيكون فيكتور فاق، وبيعرف من كريفن ان هو فاق قبل موعده ب 100 سنة، وان كان بكره هتيجي ايميليا علشان تفوق ماركوس واللي بيكون القائد التاني لمصاصين الدماء. وبننتقل عند مايكل، وبيسأل سيلين هي ليه بتكره المستذئبين، وبتقول له ان هم قتلوا كل عيلتها، وبعدها بتقوم كلبشه ايده وبتقول له ان بكره هيكتمل القمر وان هو هيتحول لذئب وهيقتل الناس. فبتديه سلاح وبتقول له انها لو تأخرت عليه يضرب على نفسه علشان ما يتحولش، وبتسيبه وبتمشي. وبترجع للأسرة عند فيكتور وبتقول له انها اسفة علشان فوقته قبل موعده ب 100 سنة، وبتقول له انها حاسة ان لوشن ما ماتش وان هو بيخطط ان هو يهاجم عليهم لما توصل ايميليا علشان تفوق ماركوس، بس بيقول لها انها بكده خلفت القوانين وان المرة دي دور ماركوس يحكم مصاصين الدماء، وبتقول له ان هو يسيب لها فرصة تثبت ليه ان لوشن لسه حي، لكنه بيقوم بحبسها لغاية ما تيجي ايميليا ويجتمعوا جميع المجلس ويحكموا عليها. وبياخدها كريفن للأوضة علشان يحبسها، وبتكون ايميليا هي وجماعتها في الوقت ده وصلوا لمحطة القطر، لكن بيطلعوا عليهم مجموعة من المستذئبين وبيهجموا عليهم. وبنشوف كمان صاحبة سيلين جت لها وديتها سلاح وكمان مفتاح عربية علشان تهرب، واما بتوصل سيلين لمايكل بتعرف ان في مجموعة من المستذئبين كانت ماشية وراها وبتضرب عليهم نار، وبيكون مايكل في الوقت ده هرب، لكن بتيجي عربية بوليس وبتاخده، وبتكون عربية البوليس دي تابعة لوشن قائد المستذئبين. وبعد ما المستذئبين هجموا على القطر بيدخل كيفن وبياخد من ايميليا دم، وبيروح كريفن عند فيكتور وبيقول ان سيلين هربت وخلفت الاوامر، لكن سيلين بتدخل عليهم فجأة وبتقول لهم ان الدكتور ده هو دليلها على ان لوشن لساته عايش. وبيعرف فيكتور من الدكتور ان لوشن كان بيجري ورا مايكل علشان عنده فصيلة دم نادرة وتنفع انها تدمج مع الفصيلتين، وانه دلوقتي زمانه خد دم من ايميليا علشان هي واحدة من كبار مصاصين الدماء، وان لوشن بيخطط لدمج السلالتين مع بعض، سلالة المستذئبين مع مصاصين الدماء علشان هتخلي قوته 3 اضعاف. وبيعرف كمان ان كريفن متحالف مع لوشن علشان كذب عليهم وقال لهم زمان ان هو خلص عليه، وبيتعصب فيكتور وبيخبط الدكتور وبيموته. وبيرجع فيكتور يقول لسيلين ان هو هيسامحها لو قتلت مايكل، وبيدخل كهان على فيكتور وبيعرف فيكتور منه ان المستذئبين هجموا على ايميليا، وبيكون كريفن في الوقت ده هرب. وبنشوف بعدها لوشن وهو بياخد دم من بتاع مايكل وبيحقن نفسه بيه، واما بيشوف مايكل السلسله اللي على رقبه لوشن بيفتكر كل حاجه حصلت له، وبيعرف ان فيكتور حرق بنته سونيا علشان حبت لوشن وحملت منه، وان فيكتور ما كانش عايز يبقى اندماج ما بين السلالتين علشان كده حكم على بنته بالاعدام. وبيكون كريفن وصل عند لوشن وبيقول له ان هو بعد ما فاق فيكتور ما بقاش عارف يسيطر على الامور زي الاول. وفي نفس الوقت بتكون سيلين وصلت هي وبقيه مصاصين الدماء وهجموا على المقر اللي فيه المستذئبين، وبيقول لوشن لكريفن ان الهجوم ده حصل بسببه علشان ساب سيلين تفوق فيكتور، وان هو حتى ما منعهاش، وبيقول له ان هو ما يتحركش من هنا. فبيتعصب كريفن من كلامه وبيضرب عليه بطلقات الفضه، وبيبتدي سائل الفضه يمشي في جسم لوشن وبيقع على الارض، وبتحصل ما بين السلالتين معركه قويه جدا. وفي الوقت ده بيكون كيفن وصل وكان معاه دم من بتاع ايميليا، وبيشوف لوشن واقع على الارض، فبيتحول كيفن لذئب وبيدخل في معركه هو واحد من مصاصين الدماء، وكان معاه خطافات من فضه، وبيعرف كيفن ان هو يخلص عليه، وبيحاول كيفن ان هو يهرب من المكان ده لكنه بيشوف فيكتور قدامه فبيقع من على السلم. وفي وسط المعركه الكبيره اللي دارت بتشوف سيلين مايكل وهو متكلبش، فبتروح تخلصه وبتقول له ان هي هتهربه من هنا علشان فيكتور مش هيرتاح غير لما يخلص على جميع المستذئبين، وهو دلوقتي بقى مستذئب زيهم. وبنعرف ان سيلين بتساعد مايكل علشان هو انقذ حياتها وكمان هي حبته. وبيكون لوشن شايفها وهي بتهربه، واثناء ما بتحاول انها تهربه بيظهر كريفن وبيضرب على مايكل طلقات الفضه وبيقع، وبيكون السائل الفضي ابتدى يمشي في جسمه. وبيجي كريفن وبيقول لها انها لازم تمشي معاه لكنها ما بتوافقش، وبتقول انها عايزه تشوف فيكتور وهو بيحكم عليه بالاعدام. وبيعرفها كريفن ان فيكتور هو اللي قتل كل عيلتها مش المستذئبين، وان هو كان بيشرب دم عيلتها واحد ورا التاني، لكن
لكن لما وصل عندها ما قدرش انه يصفي دمها وحولها لمصاص الدماء، علشان كانت بتفكره بنته سونيا اللي حكم عليها بالاعدام، لكنها ما بتصدقوش وبتقول انه الكلام ده كذب، وبيكون لسه هيقتلها، لكن بيجي لوشن وبيغرز الخنجر في رجله، وبيقول لوشن لسيلين انها تعض مايكل لو عايزه تنقذ حياته، وانها لو عضته هيبقى نص مصاص دماء ونص مستذئب، وهيكون اقوى من الاثنين، وفعلا بتعمل كده. وبيقوم كريفن وبيقتل لوشن، وبيشوف فيكتور وصل وبيهرب، واما بيوصل فيكتور بيضرب سيلين وبياخد مايكل وبيرميه في الميه، وبتقول سيلين لفيكتور انها عرفت بكل حاجه، وانه هو اللي خلص على كل عيلتها، وكان مفهمها ان المستذئبين هم اللي قتلوهم، وبيقول لها ان هو صحيح قتل كل عيلتها، لكن في المقابل هو اداها حياه ابديه، وبيكون ردها عليه هو انت ليه قتلت بنتك سونيا، وبيقول لها انها كانت حامل من مستذئب، وكان ده هيعمل اندماج في السلالتين، وانه دلوقتي هيقتل مايكل علشان هو بقى نص مستذئب ونص مصاص دماء، وبيكون مايكل في الوقت ده بيتحول، واما بيجي علشان يقتلوه بيتفاجئ ان مايكل قوي جدا ومش عارف يخلص عليه، والحراس بيضربوا عليه نار لكن ما بيتاثرش من الطلقات، وبتيجي سيلين وبتضرب الحراس، وبعد معركه كبيره حصلت بيكون فيكتور هيخلص على مايكل، بس سيلين بتاخد سيف وراحت قطع راس فيكتور لنصين، وبتروح واخده السلسله بتاعه لوشن من الارض، وكمان بيرجع مايكل لشكله الطبيعي، وبيخلص الفيلم بان لوشن عرف ان هو يدبك ما بين السلالتين، وكمان سيلين انقذت مايكل، وده بقى كان الجزء الثاني من سلسله العالم السفلي، واستنوا باقي الاجزاء. الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو وفولو على صفحة الانستجرام بتاعنا، وكمان عملنا قناة خاصة بالانمي لو انتوا حابين تزوروها، هتلاقوا تحت رابط القناة، انزلوا اعملوا لها فولو علشان اول ما نوصل 1000 مشترك هنبدأ ننزل عليها فيديوهات. سلام.